عشان كده انا بقول لحضراتكم ده جانب انا يعني مش عايز اتكلم فيه كتير. على الجانب الاخر زي ما حضراتكم شفتوا خلال الفتره اللي فاتت النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي ينظر لشيء واحد، هو كيفيه عوده فريق كره القدم للفوز بكل البطولات القادمه. ده امل النادي الاهلي بيعمل على هذا الامل، ان هو لان احنا دايما لما بنيجي نفكر يعني انا لما الناس بتيجي تسالني تقول لي هو انتم يعني في الاهلي ما بتفكروش في حاجه تانية غير ان انتم تاخدوا بطوله دوري مثلا او كاس؟ اقول لهم يا جماعه يعني انا لعبت 4-5 سنين في النادي الاهلي الحقيقه، الفتره دي كلها لما كنت بنزل ماتش لو هلاعب اقل فريق او اكبر فريق، يعني لما رحنا كاس العالم وكان حلمنا ان احنا نلعب ريال مدريد في النهائي، كنا لو وصلنا النهائي وهنلعب مثلا ريال مدريد او برشلونه او اي اسم من الاسماء الكبيره دي كان حلمنا، او لما لو كنا نزلنا المباراه دي ما كناش هنفكر الا في شيء واحد بس، ازاي نكسب. محدش في النادي الاهلي بيفكر في حاجه تانية، الكل بيحاول ان يجتهد ان هو كيف يفوز في المباراه فقط، مفيش حاجه تانية. في كل الالعاب اللاعب في النادي الاهلي بيبقى طالع من صغره كده، المركز الثاني ده بالنسبه له ولا حاجه. المركز الثاني بالنسبه للنادي الاهلي او لاسم النادي الاهلي هو فشل في كل حاجه بقى، في يد، في طايره، في سله، في كوره، في اي حاجه، في كره ماء بالمناسبه، اي حاجه، في سباحه، مفيش اي مشكله خالص. النادي الاهلي دائما ما يلعب على المركز الاول، وانا مش بقول لحضراتكم الكلام ده، انا عاصرت الكلام ده، انا شفت الكلام ده، وكل الناس الجمهور اللي كان بيجي ويشجع الفرقه في الملعب الحقيقه لنفسنا نشوفكم مره تانية بقى خلال الفتره اللي جايه. وزي ما قلت لكم برضو ان كاس الامم الافريقيه او فوز مصر بتنظيم كاس الامم الافريقيه اعتقد ان هو هيدي دفعه كبيره جدا جدا للمسؤولين جوه البلد ان هم ان شاء الله تبقى هناك حلول امنيه وحلول مع الجمهور، ان ده يبقى فيه عدد اكبر من الجمهور خلال المباريات المحليه الدوري او كاس او كذا او كذا. فعشان كده بقول لحضراتكم دايما تفكير اللاعب في النادي الاهلي، اي لاعب بيلعب في النادي الاهلي دايما تفكيره شيء واحد فقط، وهو كيف يفوز في المباراه. احنا عندنا المركز الثاني زي المركز الاخير، يعني احنا عندنا 18 فرقه في الدوري، لو احنا خدنا المركز الثاني بالنسبه لنا زي ال 18، ما يفرقش معانا كتير، لان احنا بنلعب على مركز واحد فقط وهو المركز الاول. انا عارف ان الكلام ده بيضايق ناس كتير، ولكن انا بتكلم بحقائق، انا بتكلم بالحقائق، ما بقولش اي كلام في الهواء وخلاص. زي ما في ناس تطلع كده تقول لك ايه اصل النادي الفلاني ده نادي اللي مش عارف ايه، يا جماعه منين الكلام ده؟ انا مش عارف منين يقول لك القطبين، يعني حاجات غريبه جدا الواحد بيسمعها الحقيقه. وهناك فارق كبير جدا 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 في كل البطولات،